لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم، وبنشكر طبعا شادي سعيد وهو راقص المولوية اللي كان معنا، عفوا التنورة اللي كان معنا، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع محمد أسامة مدرب راقصي التنورة. اهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. اهلا بحضرتك، صباح النور، واهلا بأهل مصر كلهم. يا اهلا وسهلا، ربنا يخليك يا رب. كلمنا على فن التنورة. التنورة، التنورة هي يعني مشتقة من المولوية. المولوية طبعا اصلها تركي، تمام، وكان مبدع جلال الدين الرومي، بس طبعا انشقت منها بقى التنورة استعراض وصوفي. الصوفي اللي هو طبعا بيبقى على ذكر ربنا، على مدح الرسول. الاستعراض بقى ابتدى بقى في الحركات، الصوف دي، الاضاءة، فتح التنورة طبقتين، تمام. ولسه في برضه حاجات جديده نازله للتنوره، معملينها نار اضاءه فعلا. بس هو احسن حاجه المولويه ديت بيبقى
التقاء يعني روحاني. هي الاصل المولويه واشتق منها بعد كده فن التنوره او رقص التنوره. رقص التنوره ويعني كتير انا قريت في الموضوع ده انه الراقصين الصوفيين او يعني اللي بيعملوا فن المولويه بيجي لهم لحظه صفاء بجد واتصال مع الكون. هل ده حقيقي؟ يعني انت جربته وانت بترقص؟ حقيقي فعلا. قول لنا التجربه بتاعتك. بص حضرتك هو يعني انت بتحس بايه اصلا مبدئيه انك تقعد تلف 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 يعني بالنسبه لناس كتيره جدا ازاي ده بيحصل حضرتك؟ بدايه بس لما الواحد بيلف تمام يبتدي ان هو يتواصل بينسى كل اللي قدامه بينسى كل اللي حواليه بيندمج مع المزيكا بيحس ان في اتصال بين السماء والارض في ان هو طاير بيحس ان هو وسط السحاب وسط النجوم وسط الشمس وسط القمر. معقول؟ فعلا بيحس ان هو يعني مرفرف اكتر من الطير. الله. بالتالي هم كانوا الاول بيقولوا ان لما يجي راقص التنوره ده اول ما يجي يتعلم يقول لك ده عايز يطير. علموه الطيران. طيب شادي انت ايه ابتديت برضو عايز تطير فتعلمت المولويه والتنوره؟ حضرتك انا شفت ناس بتلف التنوره فحبيتها فحبيت ان انا اتعلمها فكان واحد صاحبي وطلبت منه ان هو يعلمهاني وعلمهاني. هو انا لما بلبس التنوره بيبقى احساس تاني خالص. بحس ان انا طاير ما بشوفش اي حد قدامي انا وانا لابس التنوره في عالم تاني خالص. عظيم عظيم. طب محمد اي حد يقدر يتعلم رقص التنوره؟ اي حد. هو يعني احنا عندنا مسمينها السهل الممتنع. هي سهله بس محتاجة بس تركيز شوية. ما بتدوخش وانت بتلف؟ في البداية في بداية التدريب الواحد بيدوخ مثلا بياخد له فترة اسبوع ديت بيبقى يوميا بيدوخ. بعد الاسبوع دوت على حسب برضو تكوينته البنية بنيته وتركيزه اكتر بيبتدي ان هو يندمج مع الموضوع وياخد على الدوخه. هي الدوخه كده كده موجوده بس الواحد بياخد عليها اللي هي ما تاثرش فيه. تمام. اللي هي بقت عاده يوميه طبيعيه حاجه طبيعيه زي مثلا الطفل لما يجي يمشي في الاول بيقف ويقوم يقع كده. دي برضه بتبتدي لحد ما ياخد على الموضوع واحده واحده بس هي مش صعبه. حلو. بتلفوا بايقاع معين بطريقه معينه؟ انا شفت وشادي بيرقص بيلف دماغه الاول وبعدين بيلف. دي بتفرق؟ هي بتفرق. هي بس بحيث ان هو ممكن هو بيتحكم في عدد اللفات بتاعته بيبقى مثلا بدل ما دماغه تبقى ثابته كده بالنسبه له اللفه بتبقى كامله اسرع وممكن يدوخ بسرعه. تمام. بس على حسب برضه ما اتعود في ممكن يثبت دماغه في مكان او ثلاث اماكن بياخد عليهم وضع تركيز. اللي هو يقدر يتحكم في نفسه برضه ويقدر ياخد وقت اطول وما يدخش. دي تساعده على انه ما يدخش. بس لو حضرتك ركزت في المولويه هتلاقي دماغهم ثابته دايما. دماغهم ثابته مع جسمهم مش ثابته في مكان واحد. دماغهم ثابته مع جسمهم. هما بيلفوا في محور. وبتفرق اللفه في اتجاه عقارب الساعه او عكس اتجاه عقارب الساعه؟ بص يا حضرتك بتفرق في الدوره الدمويه. ممكن لا قدر الله يحصل هبوط هاد لو عكس عقارب الساعه. ايوه. فاحنا الواحد بيمشي مع الكون مع لفه الكون. الا بقى طبعا غير كده انت عندي حضرتك نقطه الارتجاز واخده الفص اليمين. عكسها دي بتبقى موضوع تاني خالص. متعب جدا. اطول مده رقصت فيها التنوره؟ اطول مده يعني مش هقدر احدد لك. يعني قعدت مره ساعه تلف؟ هي كان في اخر مره كانت ساعه ونص. ياه. وفي اكتر في اكتر بس على حسب بس المكان اللي نروحه مثلا بيحددين الوقت معين قد كذا. ممكن بيبقى حددين ربع ساعه نص ساعه ساعه في ثلاث ساعات. عموما احنا بنشكر حضرتك محمد اسامه مدرب راقصي التنوره. بنشكرك شادي سعيد نورتنا النهارده. انا هختم مع الساده المشاهدين وهنختم على رقصه منك بس. ايوه. نشكر كل الساده المشاهدين تابعونا النهارده في مصر جميله وان شاء الله بكره اللقاء هيتجدد ومصر جميله.